يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده ازاي نقدر نستخدم التو فانكشن اللي احنا عملنا لهم ادينج في الفيديو اللي فات بالنسبه للجيت نيم والجيت فون نمبر. في حاجه بسيطه هنا، بس بالنسبه للجيت فون نمبر هي الفانكشن بتشتغل ما فيهاش مشكله، بس عشان تبقى مور ريدبل فهنغير الفاريبل ده، نخليه بدل نيم نخليه فون، ونخليه فون برضه. لو رجعنا هنا للداتابيز دوت جافا اللي هو المين كلاس بتاعنا اللي احنا بنستخدم بيه الداتابيز، وجينا في الفيرست كونتاكت اي دي اللي هو الايكون بتاع اللي احنا هنتريف بيه الفيرست كونتاكت، هنبتدي هنا نعرف الداتابيز، نقول اوبن عشان اوبن كونكشن للداتابيز، وبعدين بعد كده نقول داتابيز وليكن جيت نيم، وهنديله الاي دي اللي احنا هنجيب اول رو في الداتابيز عندنا اللي هو رقم واحد. ده احنا عارفين انه هيرجع لنا سترينج، فهنعرف سترينج نسميه وليكن ان اللي هو بيرمز للنيم، وبعدين بعد كده هنعرف سترينج تاني اللي هو بي اللي هو الفون نمبر، ونقول هنا الداتابيز هاندلر جيت فون نمبر اللي هو 1 برضو. وبعدين هنا هنقفل الداتابيز كونكشن، نقول كلوز، وبعدين نستخدم هنا برضو توست. ممكن نكابيها من سهل على نفسينا، نكتب هنا نكابي توست ونعملها هنا، وبعدين بعد كده هنا نقول مثلا اللي هو الان the phone number، مثلا the phone number for ال variable ان اللي هو فيه الاسم، وبعدين بعد كده هنقول هنا نعمل space، نقول is space، وبعدين بعد كده نكتب هنا ال b بهذا الشكل. فاحنا دلوقتي اللي هيطلع عندنا المسج تقول ده phone number is for الاسم، وبعدين بعد كده is هتحط الرقم. فلو جينا عملنا save وبعدين بعد كده حاولنا نرن البرنامج عندنا هنا بهذا الشكل، دلوقتي البرنامج حصل له deployment. لو جبنا عندنا هنا simulator وبعدين بعد كده عملنا database، فاحنا دلوقتي كنا بنعمل ال first contact. لو عملنا كليك على first contact ففعلا ده ال during the phone number for test. لو عملناها مرة تانية for test is الرقم اللي هو موجود. احنا لو عملنا ال contact list هيدينا كل اللي هو test هنا عندنا اللي هو 111222333 ده اللي هو ال value. وبعدين لما بقول first contact دلوقتي بيبتدي retrieve for test الرقم اللي هو موجود عندنا، فده الرقم السليم. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.